وهي انطلاقة جديدة من انطلاقات التحدي، من انطلاقات الإثارة، من انطلاقات هذا الصباح المميز في هذا المهرجان الجميل، مهرجان قصر الحسن الذي ينطلق في خامس أيامه هنا على التوالي على أرضية هذا الميدان في هذا الانطلاق والتحدي الجميل. نتابع مجريات هذا الشوط، وهناك سيارة للفائز بالمركز الأول في شوطنا السابع للقعدان المحليات الأصايل من سن الثنايا ومسافة 8 كيلومترات. هنا نفتتح الإذاعة بالمحيط، من يأتينا على صدارة وعلى المركز الأول مع أبو سيف خليفة بن خميس رغويص السويدي المنطلق على صدارة على المقدمة وعلى المركز الأول، بينما المركز الثاني هملول عيسى بن خادم بو علامة القبيسي، من يأتينا على ثاني المراكز، والمركز الثالث متعب سعيد بن المر بن سعيد بن حلوة لقتبي من يأتينا ثالثا، وفي المركز الرابع وصل الصير هنا على رابع المراكز هنا بهذا الأداء المميز لسعيد بن راشد بن حمد بن غدير لقتبي، من يأتي بالصير على المركز الرابع، وفي المركز الخامس صوغان هناك على المركز الخامس للذيب بن عبيد بن حسن الدرعي، من يأتينا بهذه اللحظات وينطلق بهذا الأداء المميز. وهناك من الجانب الآخر أرى التسلل في هذه اللحظات والانطلاق والتحدي من شاهين سالم بن حمد بن الأسود العامري، من يأتينا هنا على المركز السادس، وفي المركز السابع شاهين عبد الله بن الصغير بن خليفة بن حمد لقتبي، من ينطلق بهذا الأداء المميز هنا بهذا الانطلاق والتحدي الجميل والأداء المميز. المركز الثامن، المركز الثامن، نتأخر يا بن مية نتأخر وناخذ المركز الثامن، المركز الثامن والقادم هملول هنا لمحمد بن سعيد بن غانم السيف الخيارين هنا المنطلق بو عامر بهذا الأداء المميز الجميل، الوصول في هذه اللحظات هنا بهذا الأداء المميز والقدوم بهذه اللحظات بهذا الأداء هنا، والانطلاق من وبران راشد بن علي بن نويصر المنصوري، من يأتينا على المركز التاسع، وفي المركز العاشر هناك المنطلق على عاشر المراكز الريم المسلم بن عبيد بن العرضي الحميري، من ينطلق على المركز العاشر. نعود إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة وإلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط، وهنا مياس أو المحيط، المحيط من يسيطر على زمام الأمور، يسيطر على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول هنا وصدارة هذا الشوط، مع الرومانسي خليفة بن خميس رغويص السويدي المنطلق على صدارة أبو سيف المنطلق بهذا الأداء الجميل والتحدي والإثارة في هذا الانطلاق. نذكركم بانطلاقة الفترة المسائية سوف تكون إن شاء الله تعالى في تمام الساعة 2:30 من بعد ظهر هذا اليوم لمسافة 8 كيلومترات، هذا لعلم الجميع، ونتواصل هنا بهذا الانطلاق والتحدي والإثارة. هناك يأتي لنا ثانيا متعب لسعيد بن المر بن سعيد بن حلوة لقتبي، ويأتي شاهين ويتسلل بدوره من مركز إلى مركز، سالم بن حمد بن الأسود العامري على المركز الثالث، الصير في المركز الرابع لسعيد بن راشد بن حمد بن غدير لقتبي، وهنا يتواجد هملول عيسى بن خادم بو علامة القبيسي على خامس مراكزنا، المركز السادس، المركز السادس الذيب للذيب بن عبيد الدرعي، من يأتينا على المركز هذه اللحظات هنا وينطلق سادسا، بينما المركز السابع، المركز السابع شاهين عبد الله بن الصغير بن خليفة بن حمد لقتبي، من يأتينا على سابع المراكز، وفي المركز الثامن
المركز الثامن مع منتصف المسافة في هذا الانطلاق والتحدي الجميل مشاهدينا ومتابعينا الكرام. هنا الدخول من شاهين حياب بن مطر بن سعيد بن حادة لقتيبي ووصل قاصد هنا لسهيل بن حميد بن عبد الله بن يميع من يأتينا بهذه الانطلاقة. بينما عاشر مراكزنا شاهين سالم بن راشد بن نداش لقتيبي من ينطلق على المركز العاشر. هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الأولى دعناها على حضراتكم في هذا الانطلاق والتحدي الجميل وبعود إلى صدارة. نقترب مشاهدينا الكرام من جسر العبور هنا والصدارة والمقدمة لا زالت مع المحيط. المحيط هو المسيطر على زمام الأمور، المسيطر على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول من بداية الانطلاقة. هو المحيط هنا مسيطر مع المضمر الرومانسي هنا في هذا الانطلاق. خليفة بن خميس الغويص السويدي في هذا الانطلاق والتحدي الجميل. هناك يأتينا متعب لسعيد بن المر بن سعيد بن حلوة لقتبي مرياتي على المركز الثاني وثالث المراكز جايين. سالم بن حمد بن الأسود العامري ووصل المحنك، وصل المحنك هنا بهذه اللحظات مع الصير قادم مع جسر العبور. هنا هو الانطلاق والتحدي مصير لسعيد بن راشد بن حمد بن غدير لقتبي من يأتينا على المركز الرابع. المركز الخامس هملول عيسى بن خادم وعلامة القبيسي من ينطلق هنا على المركز الخامس. سادس المراكز المتواجد شاهين عبد الله بن صغير بن خليفة لقتبي من يأتينا سادسا. وفي المركز السابع صغان للذيب بن عبيد الدرعي من يأتينا بهذه الانطلاقة السابعة. وفي المركز الثامن وصل شاهين، وصل بن نداس هنا مع شاهين سالم بن راشد بن نداس لقتبي مع شاهين في المركز الثامن. المركز التاسع شاهين حياب بن مطر بن سعيد بن حاذة لقتبي. وعلى المركز العاشر، المركز العاشر والمنطلق بهذه اللحظات هنا على عاشر المراكز أول إذاعة له العيناوي المصبح بن سعيد بن سالم الرميثي من ينطلق على عاشر المراكز. هذه هي العشر المراكز الأولى، ومن يبغي الفوز ويبغي الناموس هي الحق بركب المقدمة، هي الحق بركب المقدمة. هنا نعود إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة، نعود إلى المحيط المسيطر من بداية الانطلاقة على الصدارة على المقدمة على المركز الأول. يسيطر كل السيطرة المحيط على زمام الأمور وعلى الصدارة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. المحيط هنا خليفة بن خميس رغويس السويدي من يسيطر بالمحيط على الصدارة. يلا يا الرومانسي شد الحيل مع المحيط بهذا الأداء. هو العرض الجميل، هو التحدي، هو الإثارة. خلك مركز 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 مع المحيط وأدائه وعرضه الجميل. أرى هنا بغنيم قادم، بغنيم قادم أيضا سالم بن حمد بن الأسود العامري مع شاهين أيضا بانطلاقته واندفاعته الجميلة. ولكن الصير هنا لا مفر من انطلاقته. الصير هنا سعيد بن راشد بن حمد بن غدير لقتبي بدأ في هذا الانطلاق والتحدي الجميل. هنا كيلو ونصف على خط النهاية، كيلو ونصف على النهاية. متعب في المركز الرابع لسعيد بن المر بن سعيد بن حلوة لقتبي. وفي المركز الخامس يأتينا شاهين عبد الله بن الصغير بن خليفة لقتبي. وصغان للذيب بن عبيد الدرعي من يأتينا هنا سادسا. وفي المركز السابع بأول نداء هملول محمد بن سعيد بن علي بن عمير الشامسي. وهناك حياب بن مطر بن سعيد بن حادة لقتبي. وبعود مع المحيط، بعود مع المحيط على الصدارة على المقدمة على المركز الأول وصدارة هذا الشوط. المحيط المسيطر على زمام الأمور وعلى الصدارة على المركز الأول. الكيل
الكيلومتر الأخير، المحيط المسيطر خليفة بن خميس الغويص السويدي على الصدارة، على المقدمة، على المركز الأول. الصير في المركز الثاني، الصير لسعيد بن راشد بن حمد بن غدير لقتبي المنطلق على المركز الثاني. السلام والتحديات الجميلة، المحيط والصير، المحيط والصير هنا في هذا الانطلاق والتحدي. يا سلام يا سلام، هنا بهذا الانطلاق المميز، المحيط على الصدارة والصير، الصير الصير يتسلل رويدا 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 رويدا. والصير هنا أحد المناطق الغنية في دولة الإمارات، ها هو هنا الصير يتسلل على الصدارة، على المقدمة، على المركز الأول وصدارة هذا الشوط. الصير هنا لسعيد بن راشد بن حمد بن غدير لقتبي، هنا سلام مرغم سلام، سلام وتحية واحترام على هذا الأداء المميز. ها هو مشاهدينا الكرام، هنا تهانينا، تهانينا للمحنك، هنا مالك البنادق الذي أطلقنا عليه أيضا في مهرجان المرموم. سلام 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 مرقم سلام على هذا الأداء الجميل. تهانينا لسعيد بن راشد بن حمد بن غدير لكتبي على فوز الصير بالمركز الأول. المركز الثاني المحيط قدم عرض يشكر عليه خليفة بن خميس الغويص السويدي، بينما المركز الثالث أتانا هنا المتعب لسعيد بن المرمى سعيد بن حلوة. المركز الرابع وصل حملون الحمل بن سعيد بن علي بن عمير الشامسي. والمركز الخامس صوغان من أتانا للذيب بن عبيد التسعيد المصر على المركز الخامس. هذه هي النتائج للمراكز الخمسة الأولى، دعناها على حضراتكم كاملة مكملة بأداء وعرض جميل. واستطاع مشاهدينا ومتابعينا الكرام هنا الصير أن يعلن الفوز، يعلن الناموس، يعلن الانطلاق، يعلن التحدي. تهانينا بهذا الأداء المميز للمحنك سعيد بن راشد بن حمد بن غدير لكتبي على هذا الفوز الجميل والتحدي والأثارة. هنا 13 دقيقة الثانية واحدة 9 من الأجزاء من الثانية، توقيت الصير. تهانينا والناموس على هذا الأداء المميز المحنق سعيد بن راشد بن حمد بن غدير الاكتبي، بينما المركز الثاني كان من نصيب المحيط خليفة بن خميس الغويص السويدي. شكرا يا الرومانسي على هذا الأداء. 13 دقيقة 5 ثواني 9 من الأجزاء من الثانية، توقيت زمني متعب من أتانا على المركز الثالث لسعيد بن المر بن سعيد بن حلوة الاكتبي، من أتى على ثالث مراكز قاطع مسافة 8 كيلومترات في فترة زمنية مقدارها جزئين من الثانية 15 ثانية 13 دقيقة. تهانينا والناموس، تهانينا للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله دائما نستعين. مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام، نتواصل هنا من عاصمة الميادين ميدان الوثبة لسباقات الهجنة العربية الأصيلة.